يسوع المديح علي صوتك، علي صوتك بالتسبيح علي صوتك، قدم ليسوع المديح علي صوتك، علي صوتك بالتسبيح علي صوتك، قدم ليسوع المديح علي صوتك، علي صوتك بالتسبيح علي صوتك، قدم ليسوع المديح علي صوتك، دلي فدانا بدم شرانا علي صوتك، دلي فدانا بدم شرانا علي صوتك، علي صوتك بالتسبيح علي صوتك، قدم ليسوع المديح علي صوتك، علي صوتك بالتسبيح علي صوتك، قدم ليسوع المديح علي صوتك، علي صوتك بالتسبيح علي صوتك، علي صوتك بالتسبيح علي صوتك. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، سلام المسيح لكم أينما كنتم، أرحب بكم في أولى حلقات برنامجنا وبرنامجكم علي صوتك بالتسبيح. برنامجنا نوعدكم بنعمة الرب يكون مختلف ومميز، مش بس هنشوف ونسمع ترانيم من ضيوفنا الأعزاء، لكن كمان حابين نلتقي بكل جروب الترنيمة اللي هتكون موضوع كل حلقة، يعني بنلتقي مع الكاتب والملحن والموزع الموسيقي اللي محدش بيتكلم عنه خالص برغم انه بياخد عدد ساعات كتير في شغله في الاستوديو عنده، مونتاج ومكساج وتسجيل، عدد ساعات كتير لغايه ما توصل لنا الترنيمه في 4 أو 5 دقائق. نشكر رب لاجل معونته لينا ونعمته الغنيه التي تفضلت علينا في المحبوب يسوع. طلبت الى الرب فاستجاب لي ان تكون البدايه قويه ومشجعه ايضا، نقدر نقدم فيها اكبر قدر ممكن من الافاده لشعب الرب ومحب التسبيح. وبشكر رب لاجل استجابته للصلاه، ارسل لي في ملء البركه 3 من الخدام، القائد والمعلم، كاتب وملحن ومترجم لكتير من الترانيم، ربما يزيد عن 200 ترنيمة. مش بس كده، متكلما ومحاضرا في كتير من الندوات واللقاءات والمؤتمرات التي تعقد مش بس في بلدنا المحبوبة مصر، لكن بتنتشر خدمته وتتعدى خارج حدود الوطن. نشكر رب كتير لأجل وجوده معنا، عشان برنامجنا اسمه علي صوتك عن التسبيح وكلامنا عن التسبيح، يبقى لازم يكون معنا القائد والمعلم رجل الله الأخ بولس بشرة. أهلا بحضرتك أخ بولس. بشكر رب كتير كمان لأجل وجود مرنمتين من فريق التسبيح، أخت سيلفيا ميشيل، أهلا بيك سيلفيا. أهلا، أخت ميرنا سمير، أهلا بيك ميرنا، مشرفينا. بشكر رب كتير لأجل وجود الأحباء معنا، واستنادا الى القول الكتابي ادخلوا الى حضرته بترنم، استاذن حضرتنا نبدا برنامجنا بترنيمه. اتفضل اخ بولس. هنرنم من مزمور 107 عدد 1 و9 و14. Hallelujah.
الاب صالح الى الابد رحمتان. رائع، ربنا يبارككم. اخ بولس، نبدا بقى ندخل في تساؤلاتنا، ونواثق رب هديك نعمه. امين يا رب. الاجابه عن كل سؤال. نبدا بقى، ربما يعتقد البعض ان السؤال سهل او بسيط، لكن انا واثق ان هو يحتاج الى وقت كتير في الاجابه عليه. ايه هو التسبيح؟ هو التسبيح ان اغلبنا واخد فكره ابسط من المفروض عنه. احنا بنفتكر ان التسبيح ارنم ترنيمه ويقول لك انا اخدت الخلوه كلها تسبيح، يطلع في الاخر انه مسك الجيتار وقاعد يدندن ترانيم طول وقت الخلوه. التسبيح اكتر بكتير من كونه ترنيمه. التسبيح ده حياه، ده اسلوب حياه، مش فتره ترنيم او ترنيمه. التسبيح هحاول اقول كده حاجات تساعدنا نقرب منه. التسبيح يعني حمد، ح ميم دال. طب ما نقلبهم كده ونقربها لكلمه قريبه من قلبنا برضو، مدح. مدح، زي ما سيلفيا بتشاور، مدح. ميم دال ح، مدح. بمدح في الرب، بشكر في ربنا، بقول حاجه حلوه في حق الرب، بقول كلمه حق في حق الرب. انا شايف الرب جميل، اقول انه الرب جميل. شايف انه صالح، اقول انه صالح. شايف انه غفور، اقول انه غفور. ده احد معاني التسبيح. التسبيح هو اعطاء الله مكانته الحقيقيه في حياتي. واحد من خدام الرب الرائعين قال التعريف ده وانا بحبه، قال التسبيح هو اني ادي الرب مكانته الحقيقيه في حياتي، هو كمخلص ليا، كفادي لحياتي، وفي نفس الوقت كسيد. انا قلت له يا رب سود على حياتي، فانه هو ياخد المركز بتاعه. هو ده التسبيح، مش ان انا اكون بسبحه برنم له في الكنيسه وعايش حياه تانية بعيد. لا، التسبيح الحقيقي انه ياخد مكانته الحقيقي. حاجه تاني، كنيسه ماري مرقص بالاسكندريه قالوا تعريف عن التسبيح كان رائع جدا. التسبيح هو اسمى درجات الصلاه لانه خالي من الطلبات. الصلاه هي علاقه بيني وبين الله، بس لما تكون من غير طلبه بقى قاعد اشكر فيه واقول فيه كلام حلو، ده تسبيح. ده تسبيح مش هو بس ترنيمه ومعديه، لا، ده صلاه ما فيش طلبه، قاعد اشكر واعبد فيه واقول فيه كلام حلو بيني وبينه. ودي بتبقى ارقى علاقه ما بين الشاب وخطيبته، ان هو يقول فيها كلام حلو، هي تقول فيه كلام حلو، بدل ما جبنا وما جبناش وتعالوا نروح نشوف. ليها وقتها، بس في وقت محتاجين نقعد فيه نقول نشكر في بعض، بيقربنا من بعض جدا. في حاجة تانية، التسبيح ده بداية النضوج للمؤمن. ليه؟ لأنه خروج عن الذات. في التوبة بطلب، في الطلبات بطلب، في الشكر برضو أنا محور بقول له شكرا أنك عملتني، لكن التسبيح ببتدي أخرج بقى. أنت رائع، أنت محب، أنت حكيم، أنت قدير، أنت ملك الملوك، أنت رب الأرباب، ببتدي أقول اللي جواي. حاجة تانية، التسبيح ده بيجي كنتيجة طبيعية لما أقعد قدام ربنا. لو أنا ما بقعدش قدام ربنا صعب تلاقيني بسبح، بضطر أكون غير صادق، بشوف الناس بتقول إيه عنه وأحاول أقلدهم في الكلام. التسبيح الحقيقي لما بيبقى رد فعل تلقائي، لما بشوف الله جميل بقول عليه جميل، لما بشوفه صالح بقول إنه صالح. ده كده شوية أفكار تقول لنا يعني إيه تسبيح لينا كمؤمنين. امين. نمجد الرب بقى بتسبيحة. يلا نقول هللويا، سبحوا يا عبيد الرب. Hallelujah, hallelujah, sabihu smaram. Hallelujah,
من مثل الرب إلهنا؟ فعلا إلهنا ملوش مثيل. عشان كده نسأل السؤال الثاني، عشان هو ملوش مثيل عشان كده بنسبحه؟ ليه بنسبح؟ هو فعلا عشان ملوش مثيل، يعني انا لو لاقي احسن منه، بس للاسف ما فيش. يعني هو الاله الوحيد، الباقي كله آلهة خلقها الشيطان علشان تشد الانظار عن الاله الحقيقي وحده. هو مستحق. سفر الرؤيا بيقول ايه؟ مستحق هو الخروف المذبوح او الحمل المذبوح ان هو ياخذ الكرامه والمجد والقوه والقدره. هو مستحق. في حته تانية قال لانه هو مستحق لانه خلقنا، ومستحق لانه فدانا. هو مستحق. لما انا بشوف واحد يستحق ان انا اقول عنه كلام حلو، بقول كلام حلو. الهنا هو الوحيد المستحق ان انا اقول عنه كلام حلو. دي نمره واحد. في نمره اتنين، الكتاب بيوصينا، كلمته بتوصينا اننا نسبحه. يعني اقول لحضرتك حاجه، سفر المزامير لوحده في 62 مرة نداء رسمي، سبحوا الله، مجدوا الله، اهتفوا لله، رنموا لله، 62 مرة وصية. ابتدى مزامير معينة، ابتدت ب 34 مرة، ابتدت بفعل الأمر، سبحوا الله، اهتفوا لله، ابتدى بكده. اللي أنا عايز أقوله حاجة، الله قال ايه؟ لا تقتل. قالها مرة، اتنين، تلاتة، لكن هنا قالها في سفر المزامير لوحده 62 مرة. احنا بنتكلم في ايه؟ في وصية عملاقة، وصية ليها اهمية قصوى. احنا يعني كل الوصايا اتقالت قليلة، الا جه عند التسبيح واحد يقوله كذا مرة كذا مرة. دي حاجة. برضو في حاجة تانية، مزمور 89 عدد 15 و16 بيقول طوبى للشعب العارفين الهتاف. يا رب بنور وجهك يسلكون. يعني انا لما اكون عارف التسبيح، الهتاف احد اشكال التسبيح طبعا، انا لما اكون عارف التسبيح بعرف اسبح ربنا. رب بينير بنور وجهه قدامي الطريق، فبسلك بالنور، فبسلك صح. صعب النقع. نمره واحد، بنور وجهك يسلكون، باسمك يبتهجون اليوم كله. باسم اسماء الله فوق 900 عندنا احنا المسيحيين، وفي كتب بتقول كده، كتب اسمها اسماء الله موجود. دي حاجة تاني. وتالت حاجة برضو، وطوبى للشعب العارفين الهتاف، بعدلك يرتفعون. لما بتعرف تسبح الرب بيكون واقف في صفك 1000%، وبعدل الرب هترتفع مهما حاول الناس ان هم ينزلوا مناخير. اوكي، في حاجات تانية كتير. مثلا الله بيستجيب الصلاة اثناء التسبيح. نشوف في اعمال 4 التلاميذ اول ما هددوهم الحكومة بتاعتهم، يعني اللي هم الكهنة عملوا ايه؟ راحوا الكنيسة، صلوا، وابتدوا يصلوا يقولوا ايه؟ ايها الرب الاله صانع السماء والارض والبحر وكل ما فيها، وابتدوا يمجدوا الرب. وبعدين راحوا طلبوا، الرب راح استجاب على طول. يقول لك فاهتزت اساسات المكان اللي هم قاعدين فيه، وامتلأ الجميع بالروح القدس، وابتدوا يتكلموا بكلام الله بكل مجاهره. ايه هو بقى كلام الله بكل مجاهره؟ ما دي كانت الطلبه بتاعتهم. في سفر الاعمال اصحاح 4 من عدد 23 24 كده لغايه 31. في حاجات تانية ممكن نشوف مزمور 104 عدد 33 و34 يقول ايه؟ ارنم للرب في حياتي، فيلذ له نشيدي وانا افرح بالرب. يعني انا لما اجي اسبح الرب يتلذذ بالتسبيح. انا عايز اقول حاجه صغيره، ممكن واحد يقول ايه يعني الرب يتلذذ بالتسبيح؟ هل هو نرجسي؟ هل هو لا، الرب عمل الانسان بالسيستم بتاعه انه ما يعرفش يقرب من حد، ما يعرفش يتعامل مع حد إلا بالمديح الصادق، إلا بالمحبة اللي بتخرج بإننا نتكلم عن بعض حلو. هي دي. أنت حضرتك تقدر تقرب من حد من غير لما يكون في كلمتين لطاف؟ أنا ما أقدرش أقرب من حد غير لما يكون في كلمتين لطاف. إحنا لما نيجي نقرب من بعض حتى في الكنيسة كلمتين لطاف. عايز
حد يزعل منك بلاش كلمتين لطاف، حط كلمتين تانيين خلاص هرب. الرب بنقترب منه بالتسبيح، حضرتك لسه قايلها، ادخلوا الى حضرات بيرانهم ديارهم بالتسبيح. طيب في وحاجة تانية، فألد له نشيدي وأنا أفرح بالرب. يعني أنا لما سبح الرب بيديني فرح من عندي، مادام هو تلذذ بيديني فرح من عندي. الرب بيسكن وسط التسبيحات، أول ما يكون في تسبيح الرب بيسكن، الرب بيجي بعظمته وببركاته. نشوف أخبار الأيام التانية 15، ولما ابتدأ الشعب في والمبوقون والمغنون في تسبيح الرب وحمده، ملأ الرب مجد الرب ملأ بيت الله. ياه، يعني أنا أول ما سبح ربنا مجد الرب بيملأ بيتي، فريقي، اجتماعي، كنيستي، المنزل بتاعي والعيلة بتاعتي. عايز ربنا يملأ بالمجد بتاعه وبالبركات، سبح سبح، هتحصل حاجات غير عادية. طبعا أنا مش عايز أكون باكل وقت البرنامج، لسه فيه كتير قوي قوي قوي. لا أنا بس كنت أقول لحضرتك إنه قعدنا كفريق في كتاب جهارة التسبيح، قعدنا ندور أسبح الرب ليه، طلع في 375 سبب أسبح الرب عليه، موجود في كتاب جهارة التسبيح هتلاقيه. بمناسبة الكتب أعزائي المشاهدين، رجل الله الأخ بولس ليه من الكتب 11 مؤلفا، أذكر منهم فن التسبيح، جوهرة التسبيح، قوة التسبيح، أسماء الله، أسماء الثالوث، مهارات التسبيح 1 و2 و3، وعظات شيطانية، وأخيرا كتاب مزاميره للأطفال. إذن يا أخ بولس، زي ما حضرتك قلت لنا إن أنا مطالب أن أنفذ الوصية بأن أنا أسبح. بالظبط. إذن كمان ميرنا وسيلفيا مطالبين إنهم يسمعونا حاجة تانية. أعتقد كده صح. سؤال صغير كده، انتوا عملتوا دويتو مع بعض قبل كده؟ تقريبا. دول شغالين في الفريق طول الوقت، بينوعوا ويغيروا ويعملوا. الله يبارككم. ميرنا ليكي كام سنه تخدمي في الفريق؟ انا دلوقتي بالظبط بقى لي سنه. وسيلفيا؟ انا سنه برضه. بس دول ليهم تاريخ في الترنيم، يعني مش جايبينهم جداد، دول تقال في في خدمه الرب، تقال كل واحده فيهم ليها خدمتها. لكن اجمالي سنين الخدمه في التسبيح؟ لا، هو انا في التسبيح بقى لي وقت، يعني تفتكري كام سنه؟ يعني بتاع
انا من وانا صغيره اصلا بحب، انا من وانا صغيره عندي موهبه ان انا اكون بعزف سماع وكده. بس يعني من وانا في حضانه حتى ماما كانت جايبه لي كده زي بيانو صغير لعبه كده، وكنت عماله طالع عليه. يعني اكتشفتي نفسك ولا حد اكتشفك؟ لا ماما طبعا جابت لي وانا كنت عماله بقى عشم على نفسي. نميتي الموهبه طبعا. ماما اهتمت وكده يعني. ربنا يباركك. سيلفيا. ايوه انا برضو يعني نفس النظام تقريبا، نفس الحكايه. كنت وانا صغيره برضو بلعب بيانو كده. بعدين انا في الخدمه بقالي 6 سنين أو 7 تقريبا في الرينج ده يعني. لكن سنه واحده مع القائد. بالظبط. واحد على قد حاله يعني. القائد والمعلم. القائد والمعلم. طيب ازاي بالتسبيح اسلوب حياتي؟ ده سؤال مهم جدا. ده سؤال لازم كل مسيحي يسأله ويدركه، لأنه التسبيح الحقيقي الصحيح هو كأسلوب حياة. أنا هقول شوية حاجات بس هو أكتر من كده كتير. التسبيح لازم يكون بالفكر. أفكر تفكيري كله مليان تسبيح للرب. أنا ماليش دعوة باللي هم بيفكروا بالشر لبعضهم البعض ولا يفكروا بالانتقام. أنا بفكر بإلهي، عايش بإلهي، بحب إلهي. أنا علي أحبه وهو عليه يعمل معجزات، احنا علينا نمجده وهو عليه انه يسدد احتياجاتنا كلها، نفسية، روحية، جسدية، مادية، اجتماعية، من كل ناحية. بالفكر. لتكن اقوال فمي وفكر قلبي مرضي امامك يا رب. مزمور 19 عدد 14 يقول في السهد الهج بك، في السهد اي ساعات الليل، ساعات الارق الهج بيه. بدل ما انا اول ما تلاقي كده مرات حاجة تصحيك من النوم تقعد تقول ايه وايه اللي خلاني اصحى وايه اللي خلاني بتاع، سبح الرب، سبح الرب. ما يمكن الرب عايز يتقابل معاك مقابلة خاصة، عايز ياخد كده درس خصوصي معاك، عايز ياخد خلوة معاك، عايز يفرح بيك ويفرحك، عايز يديك حاجة جديدة. سبح الرب، اطلب من الرب انه يستخدم الفترة دي في صلاة نتشفع من اجل بعضنا البعض ونصلي من اجل بعضنا البعض في تسبيح الرب. ده وقت حلو قوي بالفكر. نمرة واحد. نمرة اتنين بالكلام. احمدوا الرب، غنوا بمجدي في مزمور 98، حدثوا بين الشعوب بعجائبه، بين جميع الامم، حدثوا بين الامم بمجدي بين جميع الشعوب بعجائبه. لازم اكون بتكلم هناك. ايام زمان في العهد القديم الامم دول يعني من هم ليسوا شعب الرب. هو بيقول روح اتكلم، روح قول الرب بكم صنع بك الرب ورحمك. هو قال لازم اتكلم، لازم اقول. لما حد محتاج اقول له استنى، طب ما تعالى نصلي مع بعض. او لو هو ملوش في ربنا بالمفهوم اللي احنا بنحكي بيه، اقول له على فكرة هصلي لك وربنا هيفك الموضوع، واصلي له واخلي اجتماعات الصلاة تصلي له، واحنا بنتكلم نمجد الهنا، مش نتكسف ونغطي ونعمل وبتاع. إبليس بيدينا خجل، بيدينا خوف، بيدينا كسل عشان ما نروحش نتكلم عن ربنا. حاجة تانية بالصلاة، نبص نلاقي يونان وهو بيصلي كان بيسبح الرب، أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك. يونان 2:9. بلاش نيجي نشوف التلاميذ، لسه كنا بنحكي عليهم من شوية في أعمال 4، ابتدوا وهما بيصلوا يسبحوا الرب، ابتدوا بالتسبيح. على فكرة بمناسبة ابتدوا الصلاة بالتسبيح، أغلب صلوات الكتاب المقدس ابتدوها بفقرة كلمات تسبيح، وبعدين كمل إذا كان فيه طلبة أو كملها كلها تسبيح. دايما لازم ندرك دي، لأنه دي بتعلمنا أنه إحنا لازم صلواتنا تكون يا مليانة تسبيح يا مبتدية بالتسبيح، مش طلبات على طول. دي احنا قلنا نمرة 3 بالصلاة. طبعا في حاجات كتير، امثلة غير دي كتير، زي يعني مش عايز ادخل في ده علشان بس وقت البرنامج. في حاجة تانية برضو احنا قلنا بالترنيم. ايه ده؟ دي حاجة من 10 تقريبا او من 7. الترنيم حاجة، مش هو التسبيح. رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنموا للرب باركوا اسمه، رنموا له. كل المزامير دي مليانة ترنيم 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 ترنيم. لازم نمجد رب بالترنيم. يعني ايه امجد ربنا بالترنيم؟ الاجتماع كله بيرنم، بيني وبين الرب بنطق الكلام ده ليه هو، مش واحد من ضمن القطيع.
لا ده في علاقة، علاقة حب بيني وبينه، مع انه هنا كلنا بنرنم، لكن انا مرات كتير عارف اعمل ايه؟ اسكت في وقت الترنيم واقول له يا رب فعلا انت وانت وانت، وارجع اكمل ترنيم مع المجموعة تاني. تسبيح من الله خاص. بالظبط، حاجة كده بيني وبينه، ده في مودة. طيب في، احنا قلنا فكر، قلنا كلمات مع الناس، قلنا صلاة، قلنا ترنيم، في حاجة اسمها شهادة. اشهد عن، اذهب واشهد بكم صنع بك الرب ورحمك. في حاجة تانية، بهذا يتمجد ابي ان تأتوا بثمر كثير. لازم تكون حياتي وكلامي مع غير المؤمنين يجيب ثمر، انه الناس دي تيجي للرب، تحب الرب، تتمتع بالرب. ايه فايدة انه انت هنا هو في حاجات كتير، وهو الرب عمل الكنيسة كنيسة مرسلة ومرسلة في نفس الوقت. يبقى انا لازم اروح احكي عن الرب الحلو ده مع الناس اللي ما يعرفوش. ده نمرة خمسة الشهادة. نمرة ستة، بتصرفاتي. تصرفات يعني ايه؟ فيرى الناس اعمالكم الحسنة ومجدوا اباكم الذي في السماوات. لازم تصرفاتي تكون بتمجد الرب. وانا سايق العربية، اللي يقرب مني او اللي يرج الكوباية بتاعتي تنزل شربات، ما تنزلش حاجات تانية. انا ابعد عن ربنا طبيعي، لما تكون ان شاء الله خادم بعدت عن الرب الاناء ينضح بما فيه. احنا عايزين انه مش بس عربية اللي يضايقنا، اللي يفرحنا، وقت فرحنا، وقت سعادتنا، وقت انتصارنا، وقت ضيقنا، كله يكون دايما تصرفاتنا بتقول ليه هو المجد. فيرى الناس اعمالكم الحسنة ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. بمناسبة الوقت الضيق، كمان في وقت الضيق، نمرة سبعة، في وقت الضيق يا فرحتي. بالظبط، يا فرحتي انا ما اكون فرحانه اسبح، ولا في وقت الضيق اقول له اتيتي معقوله ليه يعني؟ هو انت انا مخاصمك يا رب؟ مخاصم مين؟ الرب ما بيعملش غير كل بركه، كل رحمه، كل نعمه، كل صلاح بيجي من الرب. امال مين اللي يعني الاذاني؟ افهم يا حدق. الاذى مين بيجي من مين؟ مين اللي جه علشان يدمر ويفشل ويسرق ويهلك؟ عدو ابليس، مفيش غيره زي ما ميرنا بتقول. فانا لازم ادرك انه في وقت الضيق ده احسن وقت اسبح فيه الرب، لانه ده بيبين اخلاصي الحقيقي للرب. دول سبعه كده في السريع. أوكي؟ بس في حاجه، في حاجات بقى احنا كمؤمنين كده في الشياكه مفروض نكون بنتشبه بالهنا فيهم. دايما اطفالنا الصغيرين من ايه يا حبيبي قبل ما تنام ناوي تعمل ايه؟ نلاقيه راح صحي وهو نايم ويقعد ويقعد يقول يا رب اشكرك وباركني وبارك الليله دي واشكرك على، فاهم؟ احنا نعمل كده؟ لا، احنا نخليهم هم يعملوا كده لغايه سن 12، بعد كده هم ما يعملوش ولا احنا بنعمل، فاهم؟ اول ما نصحى بنقول لبعض صباح الخير الا ربنا، كانه مش موجود في حياتنا. احنا محتاجين بالظبط. يعني احنا محتاجين اول ما نصحى نصبح عليه، قبل ما ننام نصبح على خير زي ما بنقول لبعض. طيب دي حاجه. حاجه ثانيه، تلاقي ربنا بعت لك اكل واكله حلوه ومطعم، او ان شاء الله ساندويتش فول بطعميه منقوش على راي اللبنانيين بتاع، اي حاجه لطيفه كده. قبل ما اكلها اشكر. المسيح عمل ايه؟ بارك، بارك، شكر، شارك وبارك وشكر، صح؟ انا لازم اعمل كده. ليه ما اعملش كده؟ ده هو اللي قداني. يعني اتكسف منه قدام عبيد لابليس؟ اقول لا 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 ما اجرحهمش، انا مالي؟ هو اللي مديني الفلوس، يعني هم اللي مديهاني، هو اللي عزمني، اشكره، اشكره قبل ما اكل. ما ده تسبيح يا جماعه. دي الحاجات اللي انا يعني نفسي ان انا اعملها. اقول لك فكره بقى، اتفضل. ايه رايك في التسبيح الومضي؟ يعني ايه الومضي؟ احنا كلنا معانا موبايلات هنصور بعض، ايه اللي بيجرى؟ تلاقي الفلاش عمل فلاش تيك، اخد كام كسر من السنه، هنسبح في كسر من السنة. كل دقيقة تعدي علينا هقول له ملك إلهي، أعيش لك، أخضع لك، ملك الملوك، رب الأرباب، أموت بس أكون في حضنك أنت. كلمة كلمة كل دقيقة، ما خليش دقيقة تعدي عليا غير لما. تخيل بقى حياتي التسبيح اللي مليانة دي، إبليس يعرف يقرب لي؟ أنا كل نور، كل نار، من كتر ما أنا قربت من الله اللي هو أحد أسمائه نور. بتذكر
حاجه كتبها المبدع اخويا ماهر فايز. شهيق وزفيري موجود بكلمتك، يبقى لازم في كل شهيق وزفير يبقى بمجد الرب وبسبح الرب. اخر حاجه ممكن حضرتك قلتها الشهاده، عشان كده عايز ميرنا وسيلفيا يقدموا شهاده بتسبيحه كمان. اتفضل. تحبوا ترنيمه ايه؟ احمدك. ماشي. أحمدك بين الشعوب. أخي بولس، إحنا الفترة الأولانية كلها بنتكلم لكل محب التسبيح. عايز ندخل بقى على الكلام اللي يفيد أحبائي وأصدقائي اللي بيرنموا واللي بيسبحوا واللي بياخدوا فترات تسبيح. سؤال مش عارف يعني، بس هو لازم. مؤهلات قائد التسبيح. فعلا، لا، السؤال مهم جدا، السؤال مهم جدا، علشان مرات كتير بنلاقي ناس طلعت محتاجه انها تراجع نفسها في موضوع للتأهيل. انا هقول حاجات تقريبا لكل الناس، وكل الناس عارفاها، وكل الناس اكيد بتبقى كده، بس برضو بنفكرهم، لان هو بينه وبين نفسه عايز قدام الرب يكون نقي وصح. لازم يكون مؤمن، لازم يكون عابد حقيقي. مؤمن يعني ايه؟ يعني بيعيش حياة التوبة، متجدد، متخلص، مولود ولادة تانية، كل واحد على حسب خلفيته يقولها. ما احنا هي كلها نفس الحاجة، بس متسمية بأسامي مختلفة على حسب خلفياتنا الطائفية. بيعيش حياة التوبة، ربنا فداه، مولود ولادة تانية، كل الحاجات دي لازم يكون كده. لازم يكون في بينه وبين علاقة، بينه وبين الله علاقة واضحة، مش جاي من الشارع يقود، مش علشان عايزين نشجعه في الكنيسه فيلا قود لنا، لا، ما ينفعش. مش عشان صوته حلو بيعرف يقود الناس في التسبيح، ده انت بتقود شعب ربنا في انه يتقابل مع ربنا. معنا انا ليه بقود شعب ربنا؟ عشان يتقابله مع ربنا. طب اذا انت مالكش علاقه بربنا، هتودينا احنا في داهيه، مش هتودينا نقابل ربنا. حاجه تاني، لازم يكون عابد حقيقي. ممكن او يكون مؤمن لكن ملوش دعوه بربنا، ما بيحبش التسبيح، لكن يحب يقود التسبيح، اضواء بقى وبتاع، لكن هو ما يحبش التسبيح، ما يحبش يسبح، ما يحبش انه يمجد الرب في حياته. لا، لازم يكون كده وكده. ليه؟ لانه مستوى فتره التسبيح روحيا مش هتعلى عن مستوى تسبيحه هو الشخصي. هتطلع جوفاء، هتطلع جوفاء. طيب، في حاجه تانية، لازم يكون ناضج وممتلئ روحيا. ناضج يعني ايه؟ بقاله فتره اتعلم كتير، عارف يقول ايه وما يقولش ايه روحيا، مش يقول اي حاجه. في مره
جه واحد بيقود فتره تسبيح بيقول ايه يا جماعه لازم نفتكر خطايانا ونقعد نفتكر فيها نفتكر فيها علشان دي بتخلينا نكرهها ونقرب من ربنا. كلام ملوش دعوه باي حاجه، دايما يكون كلامك مبني على الكتاب المقدس مش اي فكره جايه لك. ده بقى لازم يكون ناضج عشان يعرف يقول الكلام ده. لازم احنا قلنا ناضج وممتلئ روحيا. ممتلئ روحيا يعني الله بيمتلكه، روح القدس بيمتلكه. يعني ايه يمتلكه؟ يعني هو خاضع لربنا بيطيع ربنا، يقوم الرب يمتلكه لانه بيطيعه. ما دي علامه. لازم بقى يكون شخص كده. طيب في حاجات تانية لازم يكون بيحترم الكنيسه اللي هو رايح يقود فيها التسبيح. الكنيسه دي بحترم معتقداتها طبعا، بحترم القائد او الراعي او الكاهن اللي موجود، بحترم خادم الاجتماع او قائد الاجتماع زي ما خلفياتنا بتسميه. لازم احترمهم. ما ينفعش الناس عارفاني، لو عارفين ان انا مش بحترم الكنيسه اللي انا رايحها بمختلف طوائفها والطوائف كتيره جدا، هيشعروا بجرح. الراعي او الخادم اللي ندهني هيفقد مصداقيته. في حاجه تانيه، لازم يكون متالف مع اسلوب الكنيسه. لكل كنيسه نكهه معينه في اسلوب عبادتها وفي قائمه ترانيمها وطابع معين. هقول لك حاجه غريبه جدا بتحصل. روح لاي كنيسه احضر خمس فترات تسبيح، هتلاقي نفس الترانيم بتتعاد طول الوقت. هما الخمسه دول حوالي 30 ترنيمه، 25 30 ترنيمه هما بيدوروا فيها. لازم انا اعرف هما رايحين فين. ما تروحش في اجتماع وتقول لهم الترانيم دي هما ملهمش دعوه بيها خالص. ابدا من حيث هم وبعدين روح انت خدهم الى حيث انت، بس مش تقود انت في حته وهم في حته. طيب في حاجة تانية برضو، لازم يكون له سمعة طيبة. السمعة الطيبة دي بتبان في حاجتين، حياته مع غير المؤمنين وفي بيته. وفي بيته هل بيته بيشهد ان هو ابن ربنا؟ دي مهمة جدا. ولا هو طول الوقت قرفان من نفسه في البيت، ولا هو طول الوقت بيمد ايده على الناس في البيت وجاي قدام الرب ويقود تسبيح. طب بأمر لازم يكون لك سمعة طيبة. عيلتك لما تكون تحضر تسبح معاك ما تقولش مش عايزين نقول يقولوا. حاجة تاني، وهم في الشغل وانا في الشغل لا باخد على قد على حد حقه، ما باكلش، انا امين جدا، لا اختلس، لا احاول اضعف وابخس حق الناس اللي بيشتغلوا معايا او بيشتغلوا لي. انا نضيف او انكت نكت غلط او اقول انا نكت او اسمع نكت واقبل، لا، لانه هيتسأل عليك وهتتعرف. انت اذا هتقف على منبر خد بالك نكتك شكلها ايه، ظروفك شكلها ايه. انت شيك كمؤمن كده يعني الرب يفتخر بيك ولا لا؟ طيب في حاجة تانية برضه، لازم لا انشز طبعا. إذا أنا مرنم أكيد لا أنشز، لأنه مرات كتير بنفتكر أنه أنا مدام روحيا قوي خلاص أروح أقود. أنت ما أنت خليك في الخدمة، في خدمة الكلمة، في خدمة الصلاة، في كل حاجة، بس بلاش موضوع الترنيم وتدوس عليه قوي وتخلينا نقعد نسمع والمايك لو ما سمعتوش تقول للناس وكده. حتى لازم يكون عندك روح الفريق. يعني إيه؟ أنا رايح كنيسة بخضع لراعيها لأسسها، لازم أخضع ليها. الناس اللي تحتي بديهم مقترحاتي، الناس اللي فوق بخضع ليهم وأتابعهم وأطيعهم. الناس اللي معايا برضو في حاجة اسمها جوايا روح الفريق، مرن، مش أنا كده وأسلوبي كده وكويس إن أنا جاي لكم. عارف مرات كتيرة تلاقي الواحد رايح للكنيسة من المرنمين وكويس إن أنا جاي لكم، ولما تيجي تقول له حضرتك اتأخرت معلش يقول لك كويس ان انا جيت، ده انت ما تعرفش تنازل كبير ما تفهمش ايه يعني. لا هي مش محتاجة كده خالص يعني. طبعا. طيب في حاجة تانية، لازم الالتزام بالمركز ده. يعني ايه؟ انت جاي انت خادم. يعني ايه خادم؟ بمعنى كلمة خادم يعني خدام. يعني ايه؟ انت مش جاي مدام وقفت على منبر بيت سيد، انت خدام
ولاد سيدك. لازم تلتزم بالمركز ده. مش جالك حاجة أحلى تطير عليها اتشغلت ما تروحش ولا حتى تعتذر أو حتى تعتذر في آخر لحظة. ده يحصل طبعا مرات تحصل مع ناس لأنه في مصيبة جات لهم. في ناس مثلا عندها مسح ذاكرة بيقعد يفتكر 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 لغاية وقتها ما عندوش حاجة وتلاقيه بيضرب وبيعتذر. طيب ماشي انا ما عنديش مشكلة اذا انت نسيت، بس ايه سيبك منهم، دي كنيسة صغيرة، دي كنيسة مش عارف ايه، دول مش عارف بيعملوا ايه ما بيعملوش ايه. لا تلتزم التزام كامل. لازم يكون عندك شخصية متواضعة وجذابة. متواضع، ما تنساش انك انت خادم متواضع وشخصيتك جذابة، كل الناس يحبوك. طبعا انت لما كل الناس تحبوك اللي هتقوله هيتقبل، هتكودنا هنقبل اللي حتى لما تغلط احنا هندافع عنك. بس خليك متواضع، خليك جذاب، هتبقى من احلى خدام قيادة فترة التسابيح الناجحة. بتمنى اعزائي المشاهدين كل احبائي المرنمين والمسبحين يكونوا بيسمعونا دلوقتي، حقيقي يعني اكبر قدر فعلا من الافادة لكل المهتمين بقيادات فترة التسبيح. بالنسبة لروح الفريق ميرنا وسيلفيا، عندكم روح الفريق، انا حاسس كده يعني. يلا بقى الفريق نسمع حاجة تاني. يسوع المسيح. يسوع المسيح الالف والياء متاخدة من رؤية واحد. امين امين. تقدموا حاجة روعة كده أقول لكم رنموا تاني. أخ بولس، أنا رايح خدمتي وهاخد الكلام على نفسي بعد إذنكم أحبائي المشاهدين، علشان إيه يعني
محدش يعتقد اني بلمح لاحد معين. انا رايح خدمتي اجهز خدمتي ولا احط كده عودي على كتفي ولا جيتاري ولا اورجي وانا رايح يا جماعه المكان الفلاني واكتب على الفيس كده صلوا لي يا جماعه انا منطلق الان الى البلد الفلانيه الى الكنيسه الفلانيه ارفعوني في صلاتكم. هل كل ما احتاجه انا في خدمتي اطلب صلاه احبائي ولا احضر خدمتي واقعد قدام الرب؟ كلام حضرتك صح، يعني التساؤل يحمل الإجابة في نفس الوقت. مش كل اللي أنا محتاجه في خدمتي هو عودي ولا الأكورديون ولا الأورج ولا صوتي، أنا محتاج أحضر. لازم نحفظ حاجة، الفشل في التحضير هو التحضير للفشل. احنا عندنا في الفريق حافظينها زي اسمنا، الفشل في التحضير هو التحضير للفشل. ما حضرتش، غالباً احتمال ابليس هيستغل الحاجه دي في انه يخليها فتره فاشله. انا عايز اقول حاجه، التحضير الحقيقي بقى هو صوم وصلاه علشان خاطر الخدمه. انا ما اطلعش على منبر واقود او اتكلم او اوعظ او اصلي صلاه جمهوريه عليا اعملها وانا عارف مسبقا انه عليا اعملها غير لما اكون بصوم واصلي قبلها ما يكفي من الوقت. احنا عندنا في الفريق يومين في الاسبوع، دايما لازم تصوم يومين في الاسبوع. جميل. في كمان بقى حاجة مهمة جدا، ما ينفعش قائد تسبيح يقف على المنبر وهو ما عندوش هدف. اي حاجة هقولها لازم يكون لها هدف واضح، انا مش واقف اقول اي حاجة على بالي وخلاص. هو بيني وبينك برضو هم هدفين مش هدف، في هدف دائم لقائد فترة التسبيح وهو انه يقود شعب الرب للتلامس مع الله، وهو طول الوقت شغال علشان يخلي شعب الرب يبص للرب يتلامس معاه يتكلم معاه. ده دائم. في حاجة تانية، ان انا عايز اخر فترة التسبيح دي الناس تثق في الله، اخر فترة التسبيح الناس تشوف رحمة ربنا قد ايه، اخر فترة التسبيح الناس تمتلي بفرح الرب، تمتلي بمحبة الرب او تتأكد من محبة الرب. يكون في هدف، فلازم يحدد الهدف. انا عايز الناس يحصل لها كده، تكرر كذا كده، او تخلص بالشعور ده فترة التسبيح. في حاجة تانية، هحدد الوسائل. يعني ايه وسائل؟ مش هو ترنيم بس، لا طبعا، لا، احنا مفروض نكون بنتشطر طول الوقت. في حاجة بتاعت 25 وسيلة موجودين في كتاب مهارات التسبيح واحد، اللي هو كيف تقود فترة التسبيح ناجحة بالظبط. هو للمرنمين ولقادة فترة التسبيح خالص، لأن هو كيف ترنم برضو بأسلوب. المهم، فأعمل إيه؟ في حاجات كتير بقى هاجي فيها، اسمح لي معلش، قدام بقى في سؤال تاني هقول لك إيه هي الوسائل. وسائل كتير جدا ناخدها نعمل بيها. في حاجة تانية، لازم أحدد قائمة الترنيم. ياه، دي نمرة أربعة، كان زمان انا فاكر انه هي الحاجة الوحيدة. لا، تحدد قائمة الترنيم وتشوفها، وبرضو دي هنخليها في موضوع لوحده، ازاي احدد الترنيم للخدمة دي. في حاجة تانية، انت كقائد ما تخليناش نتعود انه هيجي يبقى واحد اتنين تلاتة ختم روح، لا، خلينا دايما نستنى الجديد منك. اعمل حاجة جديدة، حاجة جديدة شفتها، حاجة جديدة اتعلمتها، حاجة جديدة لقيت واحد قائد عملها، بس بما يناسبك وبما يناسب الكنيسة، بدون تقليد، بين غير ده. يعني ايه؟ اشوف اعمل ايه حاجة جديدة تخلي الناس طول الوقت في ترقب، تمنع الملل. مثال يعني سريع كده، لقيت واحد في الكنيسة بيعزف عود لسه جديد خالص، وسمعني اقول له تعرف تقول ترنيمة كذا، او لقيت هو عارفها، او ما اعمل ايه انا؟ اقول له طب ايه رايك المره الجايه تعزف لنا الترنيمه دي، واقول لهم يا جماعه مقدمه الترنيمه هنرنم ترنيمه كذا مقدمتها مع الاخ فلان، لن ينسى في حياته انه انت اللي شجعته على الموضوع ده. حاجه اخيره، اتدرب انت على الايات اللي هتقراها في فتره التسبيح، ما تجيلناش تتلجلج، ممنوع اللجلجه. اتدرب، روح اقراها، اكتبها، سمعها، اقراها بصوت عالي، بحيث انه لما تقراها تبقى صح،
لأنه للأسف أنا شفت واحد أرى الـ الـ الآية غلط وتأمل عليها وهي مفعول به بدل فاعل، ولك أن تتخيل بقى الشقلبازات والأكروبات اللي كان بيحاول يلم بيها الموضوع ومش عارف يعني. ده في ملخص سريع لإزاي أحضر لفترة التسبيح. أمين. أنا في الحقيقة عندي أسئلة وتساؤلات كتيرة جداً، والوقت زي ما بيقولوا أدركنا، فأنا هاخد وعد من حضرتك أمام الرب وأمام السادة المشاهدين يكون لنا لقاء تاني. ما ينفعش القائد والمعلم يكون معانا في حلقة مدتها 45 دقيقة. ميرسي. وعد كمان من ميرنا وسيلفيا، نلتقي في الحلقة الجاية بإذن يسوع. بإذن يسوع. إذن أعزائي المشاهدين، وقت حلقتنا انتهى، لكن ما زادت لينا تساؤلات كتيرة هيجاوب عنها القائد والمعلم الأخ بولس بشرة. انتظرونا في الحلقة القادمة، عندنا حاجات كتير مهمة. إذا كنت عايز فعلا تقود فترة ترنيم ناجحة، إذا كنت عايز تعرف حاجات كتيرة تهمك في خدمتك، تابعنا في الحلقة الجاية. وإلى أن نلتقي، لكم منا أحلى الأمنيات. سلام الرب معكم. تسبيح علي صوتك، قدم ليسوع المديح علي صوتك، علي صوتك بالتسبيح علي صوتك، قدم ليسوع المديح علي صوتك، تسبيح علي صوتك، قدم ليسوع المديح علي صوتك، علي صوتك بالتسبيح علي صوتك، قدم ليسوع المديح علي صوتك، ده اللي فدانا بدمه شرانا علي صوتك، اللي فدانا دمه شرانا علي صوتك، علي صوتك بالتسبيح علي صوتك، قدم ليسوع المديح علي صوتك، علي صوتك بالتسبيح علي صوتك، قدم ليسوع المديح علي صوتك، علي صوتك بالتسبيح علي صوتك، علي صوتك بالتسبيح علي صوتك.